السلام عليكم الحبايب، بكم في هذا الفيديو اللي هو اخر فيديو ديال لاستالاسيون ديال لافيرونمون كوردوفا. هذا الفيديو كما قلنا غادي نشوفو كيفاش انستاليو داك الدرايفر اللي تيخلينا نخدمو التليفون مع البي سي، زعما كيفاش اكزيكيتيو لابليكاسيون تاع جاتو، اكزيكيتيو ديريكت في تليفون اندرويد ديالنا. قبل ما انستاليو الدرايفر كما قلت لكم خاصكم تكونوا انستالين هاد جوجل يو اس بي درايفر اللي كاين في اندرويد ستوديو. غادي نشوفوا دابا الدرايفر هو هذا، كاين في الدوسي هذا ها هو سميتو ا دي بي، انه هو ا دي بي درايفر انستالر. ا دي بي درايفر انستالر من بعد ما تنديروا واحد ليطاب قبل ما انستاليو هاد ابي كي انستالر، واحد ليطاب مهمه بزاف اللي هي اشنا هي، خاصنا ناكتيفيو مود ديفلوبر في التليفون، التليفون ديالنا اللي هو اندرويد، تليفون اندرويد تمشيو سيستيم سيتينغ بارامتر، شو البارامتر تنقلبو على مود ديفلوبر تناكتيفيوها. باش ناكتيفيوها تمشيو لواحد البوطون تنكليكيو عليه واقيلا سبعة المرات الى باقي عاقل وتتاكتيفا. المهم ما تخموش، راه هي راه غير كليك على واحد البوطون تيقول لك صافي اكتيفيتي مود ديفلوبر. الفيديو ديال هاد لانستالاسيون ديجا كاينين بزاف الناس صارحين في يوتيوب بزاف، غادي نكتب نخلي لكم اليان تاع شي فيديو، غادي نقلب عليه نكون تيشرح مزيان كيفاش انستالي مود اكتيفي مود ديفلوبر في التليفون اندرويد، غادي نحطو لكم في ديسكريبسيون. دونك هاديك ليطاب ديال اكتيفاسيون مود ديفلوبر ما تهزوش ليها الهم، راه كاين اليان في ديسكريبسيون، غادي يكون فيديو قصير كيفاش اكتيفيها فيه. صافي، من بعد ما تاكتيفي مود ديفلوبر في التليفون تبرونشي التليفون ديالك بالكابل مع البي سي، تجي تانستالي هاد ابي كي انستالر هاد ا دي بي درايفر. غادي يكون تا هو في الدوسي ديال الانستالاسيون اللي شفنا في الفيديو الاول، اللي بغا يلقاه غادي يمشي للفيديو الاول الانستالاسيون، غادي يلقى في ديسكريبسيون ليان ديال الدوسي، غادي تشارجي الدوسي كامل غادي يلقى فيها هاد ا دي بي. هذا قلنا تنستاليو ابي كي انستالر، فاش تاكتيفي مود ديفلوبر تبرونشي التليفون مع البي سي تطلع لك التليفون ديالك هنايا، فاش يطلع لك التليفون ديالك هنايا تدير انستالي. اش يعني هنايا؟ تيلقى لي تيقول لك ها التليفون اللي عندك، تيقول لك تعطيك الدرايفر ديال داك التليفون اللي عندك، تيقول لك ها الدرايفر اللي بيخلي التليفون كيعرفو هاد البي سي هذا. صافي تلقى لك هو الدرايفر ديال تاع التليفون، تنستالي داك الدرايفر اللي لقى لك. صافي من بعد تمشي للكوموند كوردوفا تانستالي لابليكاسيون، اكزيكوتي لابليكاسيون ديالك في التليفون ديالك. فوالا كما قلت لكم ا دي بي درايفر غادي تلقاه في التوصيف الفيديو الاول، التوصيف اللي فيه لي زوتي كاملين ديال لانستالاسيون. غادي تلقاو في هاد الفيديو هذا الديسكريبسيون، في الديسكريبسيون تلقاو اللين ديال كيفاش تاكتيفيو مود ديفلوبر في التليفون ديالكم. وبالتالي هذا غادي يكون اخر فيديو في الانستالاسيون ديال، هذا غادي يكون اخر فيديو ديال الانستالاسيون ديال لونفيرونمون كوردوفا. اي فوالا، السلام عليكم.